بسم الله. طالعين من المرسى ديال ساليرنو، هذه هي المرسى ديال ساليرنو معروفة بهذا المرسى والفلاحة زائد السياحة. هذه طلعة وحدة، قنطرة وحدة في هذا الجبل هذا من المرسى حتى للفوق. طالعين من فوق المرسى دابا ان شاء الله، شوف المرسى كي تتبان لتحت. هاي نشارك معكم الاخوان هذا المقطع هذا ديال هذا المرسى هذه ديال ساليرنو، اكبر مرسى تجاريه في ايطاليا.
يهزون فوق لوطوروت، ومن بعد ان شاء الله ندوزو من تحت منها ونطلعوا ليها. واحد طالياني تيبيع في الطريق نابوليطان داخل هو وسط الحديد، شتوه دابا غادي نهبطو ندوزو من تحت لوطوروت باش نطلعو ليها ان شاء الله. يا ساليرنو هي معروفة بالفلاحة وفيها الأجانب بزاف.
المغاربه موجودين هنا والتوانسه هذه الطريقه ديال الريجو كالابريا، هذه بلا خلاص من ثلاثه الريجو كالابريا واحد 450 كيلومتر ولا 500. انا درك غادي ندير الطريق ديال روما، روما ان شاء الله باش نطلع. لابروتسو مشاكل في الخلاص، تندوزو صافي تيتخلص داكشي اوتوماتيك. دابا بدينا الخلاص، من هنا نطلعو تال الحدود ما بين ايطاليا وفرنسا خلاص، ما بين ايطاليا وسويسرا خلاص، من هنا البداية ديال الخلاص نطلعو للشمال ونهبطوا للجنوب لتحت لشيشيليا، ما كاينش خلاص. Thank you.
البياج داروه ما بين الغيران، الغار الاول اللي تزنا منه قبيله والغار الثاني والغار الثالث. دابا عندك حق تمشي في هاد لوطوروت هادي حتى الحدود ديال فرنسا عاد تخلص، ولا الحدود ديال سويسرا. المهم مابقاش هاد لوطوروت ما تخلص تبغي تخرج منها في اي بلاصه، ماشي كل مره نزيدو ونخلصو كل مره ونزيدو ونخلصو، لا، مع النهاية ديالنا نخرجو من لوطوروت مع الخلاص. طبيعة أعانكم الله.